بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم. نريد اليوم أن نشرح موضوع جديد في فيزياء الصف العاشر، والذي هو الوحدة الثالثة من الكتاب، والتي بعنوان الحرارة. الحرارة من المواضيع المهمة في الفيزياء، وعندما نتحدث عن الحرارة نتحدث عن أخطاء مفاهيمية وقعنا فيها من خلال خبراتنا السابقة في الدراسة، وأنا أتحدث هنا عن الطلاب. فالطلاب عادة لا يفرقون بين الحرارة والطاقة الحرارية ودرجة الحرارة. فقبل بداية دخولنا في موضوع الحرارة، نستعرض هذه الثلاثة مفاهيم لمناقشتها، وهي الطاقة الحرارية ودرجة الحرارة والحرارة. فما هي الطاقة الحرارية؟ الطاقة الحرارية يعرفها العلماء بأنها مجموع طاقة حركة جزيئات أو ذرات الجسم. فعندما نقول طاقة الحرارة في المادة أو في الجسم، نتحدث عن طاقة حركة الجزيئات أو الذرات التي يتكون منها الجسم. أما عندما نتكلم عن درجة الحرارة، فهنا نتحدث عن مؤشر، وهذا المؤشر يدل على متوسط طاقة حركة جزيئات أو ذرات الجسم. إذن درجة الحرارة هي مؤشر أو مقياس لمعدل طاقة حركة جزيئات أو ذرات الجسم. فهنا يجب أن نميز بينهما. أولا، أن الطاقة الحرارية هي طاقة تقاس بوحدة الجول، أما درجة الحرارة فهي كمية فيزيائية أساسية تقاس بوحدة الكلفن، إذا ما نظرنا إلى النظام الدولي. والفرق الثاني أن الطاقة الحرارية تتعلق بطاقة حركة الجزيئات أو الذرات جميعها، يعني هون نتحدث عن مجموع طاقة حركة الجزيئات أو الذرات، في حين درجة الحرارة تتعلق بمعدل طاقة حركة الجزيئات أو الذرات. إذن ما هي الحرارة؟ الحرارة هي انتقال الطاقة الحرارية من جسم إلى آخر. فعندما نقول كمية الحرارة، أي أننا نقول كمية الطاقة الحرارية التي انتقلت من جسم إلى آخر. وعادة ما تنتقل الطاقة الحرارية من الجسم الساخن إلى الجسم البارد. إذن ما يحدد اتجاه الحرارة هو درجة حرارة كل من الجسمين، وهذا سنتكلم عنه لاحقا في موضوع الاتزان الحراري. إذن الحرارة لا يمكن أن يمتلكها الجسم، فلا نستطيع أن نقول أن هناك في الجسم حرارة، وإنما يستطيع الجسم أن يفقد حرارة أو أن يكتسب حرارة، في حين يستطيع الجسم امتلاك طاقة حرارية. وطاقة الحرارة التي يمتلكها الجسم تعتمد على مجموع طاقة حركة جزيئات أو ذرات الجسم. لذلك طاقة الحرارة في بركة من الماء عند نفس درجة الحرارة تكون أكبر بكثير من طاقة الحرارة في وعاء صغير من الماء عند درجة الحرارة نفسها. ولاحظوا أن درجة الحرارة لا تعتمد على كمية الجسم أو كتلة الجسم، سواء كانت بركة من الماء أم كأس صغيرة من الماء لها نفس درجة الحرارة.
أما الحرارة لا يستطيع أن يمتلكها الجسم، فقد يخسر الجسم حرارة أو يكتسب حرارة. وأمر آخر نود أن نتحدث عنه بالنسبة لدرجة الحرارة، أن الجسم إذا كان درجة حرارته على سبيل المثال 10 درجة سلسياس في الحالة الصلبة، وجسم آخر درجة حرارته 10 درجة سلسياس في الحالة السائلة، فإن معدل سرعة جزيئات أو ذرات الجسمين تكون متساوية، وذلك لأن درجة الحرارة تعتمد على معدل طاقة حركة الجزيئات أو الذرات. فإذا ما نظرنا إلى كتلة من الحديد أو قطعة من الحديد درجة حرارتها 10 درجة سلسياس، وهواء درجة حرارته 10 درجة سلسياس، فمعدل سرعة جزيئات اهتزاز، طبعا هنا عندما نتحدث عن قطعة الحديد نوع الحركة هون اهتزازية، معدل سرعة ذرات الحديد تساوي معدل سرعة جزيئات الهواء الذي له نفس درجة حرارة قطعة الحديد، بالرغم من اختلاف نوع الحركة بين الغاز والصلب. طيب نأتي إلى موضوعنا في الصف العاشر وهو الحرارة. ما هي العوامل التي تعتمد عليها كمية الحرارة التي يحتاجها الجسم إلى رفع درجة حرارته من قيمة معينة إلى أخرى؟ إذن هون عند إعطاء الجسم كمية من الحرارة قد تحدث تغييران في الجسم، قد تحدث كمية الحرارة تغييرين في الجسم، فقد يكون تغير في درجة حرارته، وقد يكون تغير في حالته الفيزيائية، وقد يكون كلاهما. إذن عندما نسخن جسم عندنا احتمالين، يا إما بترتفع درجة حرارته أو بتحول من شكل إلى آخر، صلب إلى سائل، سائل إلى غاز، أو الجهتين بترتفع درجة الحرارة وبتحول من حالة فيزيائية إلى أخرى. علشان نبسط الموضوع بدنا نتناول كل عنوان لوحده لمناقشته بشكل منفصل. فإذا هنا سنتحدث عن كمية الحرارة اللازمة لتغيير درجة حرارة الجسم فقط. ما هي العوامل التي تعتمد عليها؟ هناك عاملان، فلو رمزنا لكمية الحرارة بالرمز كاف حاء فإن كمية الحرارة تساوي مفهوم نسميه السعة الحرارية مضروبا في التغير في درجات الحرارة، حيث السعة الحرارية هي كتلة الجسم مضروبة في حرارته النوعية. هنا كاف حاء كمية الحرارة، سين حاء السعة الحرارية، كاف كتلة الجسم، حانون الحرارة النوعية، دلتا دال التغير في درجة الحرارة، حيث دلتا دال هي دال النهائية ناقص دال الابتدائي. السعة الحرارية نعرفها بأنها كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة الجسم كله درجة سلسياس واحدة دون إحداث تغيير في حالته الفيزيائية. فالسعة الحرارية
لوعاء من الماء هي كمية الحرارة اللازمة في التسخين لرفع درجة حرارته من درجة معينة بمقدار واحد سلسيوس دون إحداث تغيير في حالته الفيزيائية. أما الحرارة النوعية فهي خاصية لكل مادة تعتمد على نوع المادة، في حين السعة الحرارية تعتمد على كتلة المادة ونوع المادة. فالحرارة النوعية هناك جدول في كتاب الفيزياء صفحة 89 يتحدث عن الحرارة النوعية لبعض المواد. فمثلا الماء حرارتها النوعية 4186 حانون للماء 4186 جول لكل كيلوغرام درجة سلسيوس. ماذا يعني هذا الرقم؟ يعني هذا الرقم أننا نحتاج كمية من الحرارة قدرها 4186 جول لرفع درجة حرارة 1 كيلوغرام من الماء بمقدار 1 درجة سلسيوس. هنا مثال عن نفس الموضوع، قطعة من الخشب كتلتها 500 غرام ودرجة حرارتها 10 درجة سلسيوس. إذا كانت الحرارة النوعية للخشب 400 جول لكل كيلوغرام درجة سلسيوس، طبعا في الجدول ممكن تلقوها 420، لكن قد نأخذ الحرارة النوعية لقطعة من الخشب 400 لأنه أنواع الخشب متعددة، أو لضرورة السؤال واستخدام رقم يكون أسهل في الحساب. احسب السعة الحرارية للقطعة، اثنين كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة القطعة إلى 25 درجة سلسيوس. بالنسبة للفرع الأول قلنا أن السعة الحرارية تعتمد على عاملين هما كتلة الجسم وحرارته النوعية، فالسعة الحرارية تساوي كتلة الجسم ضرب الحرارة النوعية للجسم أو لمادة الجسم، ويساوي كتلة الجسم 500 غرام. 500 غرام يجب أن نحولها للكيلوغرام لأن الحرارة النوعية 400 جول لكل كيلوغرام درجة سلسيوس وليس لكل غرام، فلذلك نحول 500 غرام إلى كيلوغرام بقسمتها على 1000 ونضرب في الحرارة النوعية 400 ويساوي 200 جول لكل درجة سلسيوس. بالنسبة للفرع الثاني الذي يطلب كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة القطعة إلى 25 درجة سلسيوس، فهنا نستخدم قانون كمية الحرارة تساوي السعة الحرارية في التغير في درجة الحرارة، ويساوي 200 ضرب درجة الحرارة تغيرت من 10 سلسيوس إلى 25، أي دلتا دال يساوي 25 ناقص 10 ويساوي 200 ضرب 15 ويساوي 3000 جول أو 3 كيلو جول. مثال آخر في نفس السياق، كمية من الماء سعتها الحرارية 5000 جول لكل درجة سلسيوس ودرجة حرارتها 20 درجة سلسيوس. احسب درجة حرارة هذه الكمية من الماء إذا فقدت 20 كيلو جول، طبعا من طاقتها الداخلية أو من طاقتها الحرارية، يعني هنا عملية تبريد وليست عملية تسخين. فعندما نقول فقدت أي أن كمية الحرارة تساوي سالب 20 كيلو جول ضرب 1000 ويساوي سالب 20000 جول. درجة الحرارة الابتدائية 20 درجة سلسيوس والسعة الحرارية 5000 جول لكل درجة سلسيوس. نطبق نفس القانون، كاف ح تساوي سين ح في دلتا دال، سالب 20000 يساوي 5000
دال اثنين طبعا هون دال واحد هي 20 درجة سلسلس لأن الابتدائية، دال اثنين هي المطلوبة ناقص 20 على 5000، على 5000 20 على 5 4، فبتطلع عندي دال 2 ناقص 20 يساوي سالب 4 زائد 20 زائد 20 بتطلع 16 درجة سلسلس. إلى هنا ننهي موضوع هذه الحصة، وسيكون هناك ورقة عمل في التعليقات على الفيديو، في التعليق الأول على الفيديو سأرفق ورقة عمل، وأتمنى من الجميع حلها وإرسالها لي على مسنجر الفيسبوك من طلابي حتى يتسنى لي التأكد من فهم هذا الموضوع. شكرا لحسن استماعكم.